تحولت الاعتداءات المتكررة على رجال المرور في الفترة الأخيرة إلى ظاهرة في العراق، ففي كربلاء وثق مقطع فيديو مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء على رجال مرور في تقاطع سيد جودة بمحافظة كربلاء. دعونا نشاهد. مشاهدينا، تعليقات كثيرة تحدثت عن ظاهرة الاعتداءات المتكررة على رجال المرور، نقرأ بعض منها. مصطفى الدليمي كتب: شرط المرور عمل تأمين حركة السير والاختناقات وتحرر غرامة للمخالف فقط، مو يلزم سلاح ويضرب هذا ويركض ورا ذاك ويشلب بسيارة هذا، محتاجين دورات تثقيف تعلمهم حقوقهم وواجباتهم. محمد الجنابي علق: حل مشكلة يبدأ بتطبيق القانون على الجميع بعدالة من الطفل إلى الرئيس. قسم كبير من الناس وصلوا لمرحلة متدنية جدا من الثقافة وصارت كل من إلى بسبب انعدام تطبيق القانون. طارق حسين كتب: فوضى من أول مرة بلا قانون، تعود المواطن بلا قانون والشرطي ليس برجل القانون، يجهل الكثير من المهنية في الشارع بدون دورات تأهل الشرطي لعمله في التعامل مع هكذا حالات.